وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. مساء الخير أستاذ دكتور فهد. مساء النور. أهلا دكتور. يعني الأجهزة الأمنية في البحرين وجهت اليوم ضربة قوية واستباقية للإرهاب، كيف ترى هذا الكشف وفي أي سياق تضعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الحقيقة الأجهزة الأمنية في البحرين وحتى الشعب البحريني حقيقة حققوا إنجازات كبيرة في ضرب الإرهاب وضرب المتآمرين على أمن البحرين وعلى أمن دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أعتقد هذه الضربات الاستخبارية تدل على وجود استخبارات جيدة، تعاون من الجمهور، تعاون من أجهزة الدولة، وهذا الحقيقة أيضا المعلومات ليست فقط في البحرين. المتهمين الآن في هذه القضايا قد تكون لديهم معلومات عن شبكات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تمويل، التدريب، التسليح، كيفية الاتصال، آلية الاتصال، هذه كلها معلومات راح تأخذها أنت في التحقيق. لما أعتقد أنه نجاح يسجل لأجهزة الأمن البحرينية فبارك الله فيهم. نعم. وحمى البحرين وأهلها من كل سوء. نعم دكتور فهد، بيان الداخلية أشار إلى أن الإرهابيين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري وأذرعه في المنطقة، يعني ألا ترى أننا أو أن الوضع يستلزم موقف إقليمي ودولي لكبح جماح هذا التدخل السافر والتآمر المفضوح من قبل إيران؟ والله أنا من زمان كنا نتمنى الحقيقة أن تقدم شكاوي واضحة بشكل جماعي إلى مجلس الأمن، وأن يتقدم الضحايا، سواء الضحايا الانفجارات اللي تعرضوا لها أو الضحايا المحتملين أيضا بشكاوي جنائية. وأيضا كنت أتمنى أن تتبنى الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي هذه الحوادث تؤثر على العالم الإسلامي بشكل عام وعلى زعزعة الدول، وتؤثر على الأمن الإنساني، أمن المواطن نفسه. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف موحد. الأهم يجب أن ترفع قضايا جنائية على من درب ومول وجند هذه المجموعات حتى وإن كان في البر الإيراني، لأن هذه التهم لا تسقط لعدم وجود الشخص، وبالتالي قد يصبح مطالب عن طريق الانتربول وعن طريق المحاكم الأخرى. أو أن ننبه العالم إلى خطورة تنظيم الحرس الثوري واستخبارات الحرس الثوري. ولا لا، في عنصر جديد بعد، حزب الله. نعم. ظهر وهو أحد هذه الأذرع، لأنهم يتكلمون عربي وبالتالي أسهل لهم أن يقوموا بالتدريب. لذلك يعني فعلا أتمنى نطور آلية التعامل، لا يجب أن نتلقى الصفحات أو الصفعات ونحن جالسين. أعتقد يجب أن نقدم شكاوي حتى على المستوى المدني، شكاوي مدنية ضد قيادات الحرس الثوري. نعم دكتور، يعني مصداق لهذا القول، يعني هاي المرة المؤامرة هي نوعية تحولت لنوعية وأكبر بكثير، وكانت تستهدف اغتيال شخصيات هامة بالدولة. إذن نحن الآن أمام تحول كبير في هذه العمليات الإرهابية، ولا شك أنها عمليات إرهابية مدعومة من دولة وليس إرهاب من قبل أشخاص منفردين. يعني كيف تقرأ ذلك؟ الحرس الثوري جزء من الدولة الإيرانية. نعم. والحرس الثوري هو سبب مصائب العالم العربي والعالم الإسلامي. كل بلد فيه مشكلة سواء كانت طائفية أو إرهابية تجد أصابع إيرانية داخل. قد لا نجد أصابع إيران في المنفذين، ولكن نجدها أيضا في التمويل والتدريب. بالتالي يعني أنا أعتقد علينا أن نغير طبيعة العمل، أن أقل شيء منع رعاية إيران، قطع العلاقات الدبلوماسية كاملة بشكل عربي وبشكل جماعي. إحنا شنو مستفيدين من إيران كدول خليج وكدول عربية؟ شنو فائدتنا من إيران؟ أعطني إيجابية واحدة على فائدة النظام اللي موجود في إيران علينا اقتصاديا أو سياسيا أو شيء. تجسس علينا، تخريب علينا، محاولات شق المجتمع وزرع الفتنة الطائفية، هذه كلها اللي تمارسها الحقيقة دولة النظام اللي موجودة في إيران الآن. لا نريد هذا النظام يا جماعة، لا تبلونا بلوى فيه، ما نبي، اقطعوا علاقاتنا الدبلوماسية وفكونا منه. نعم نعم الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا لك.